هناخد تطبيقات البعد في الأشكال الرباعية. مين هما الأشكال الرباعية؟ مربع والمستطيل والمعين ومتوازي الأضلاع. إزاي باستخدام البعد، تفضلي، ماشي، إزاي باستخدام البعد نفرق ما بين الأشكال الأربعة؟ بصوا أنا هعمل مخطط كده للأربع إيه؟ أشكال. تطبيقات البعد في الأشكال الرباعية حاجة في منتهى الأهمية. هنا هكتب كيف نميز أن الشكل مربع، هنا هكتب كيف نميز أن الشكل معين، هنا هميز كيف نميز أن الشكل مستطيل، هنا هوضح كيف نميز أن الشكل متوازي أضلاع. اللي عارف خواص الأشكال دي، اللي عارف خواصهم، هيبقى بالنسبة له التطبيق النهاردة سهل جدا. تعالوا نقول خواصهم. إيه خواص المربع؟ أضلاعه الأربعة مالها؟ متساوي. والقدران، الخاصية دي مش خاصية مميزة، الخاصية بتاعت إن القدران ينصف كل منهما الآخر لا تميز المربع، لأنها موجودة في الأربع أشكال أصلاً، لأنها موجودة في الأب اللي هو مين؟ الأبوهم متوازي الأضلاع، وهم كلهم أبناؤه، بس كل واحد بيتميز بحاجات معينة. فلما أقول لك ما يميز المربع، ما تقول ليش القدران ينصف كل منهما الآخر، لأنها هذه خاصية ليست إيه؟ لا تميز المربع. أنا عايز الحاجات اللي بتميز بها المربع. الأضلاع الأربعة في المربع متساوي في الطول، والقطران متساويان، والقطران هذه خاصية تميز المربع. ليه؟ لأن الخاصية دي مش موجودة في الأشكال الأربعة. يبقى إذن الشيء اللي بيميز المربع إن أضلاع المربع يا بنات أهو، أعتبر إن ده إيه؟ ده مربع اسمه ألف ب جيم دال. الخواص التي تميز المربع: الأضلاع الأربعة متساوية في الطول، والقطران يا عم ينصف دي بيتي، والقطران. يبقى أنت كده ممكن تتعرف على الشكل إنه مربع باستخدام قانون البعد. في الأشكال الرباعية هيجيب لك كم نقطة؟ أربعة. والإحداثيات الأربعة تبقى موجودة عندك. تروح أنت حضرتك هتجيب المسافات الآتية، هتجيب ألف ب، إزاي؟ بقانون البعد، النقاط جاهزة عندك. هتجيب ألف ب، وهتجيب اللي هم الأضلاع الأربعة، هنلاقيهم كلهم كد، حلو الكلام. وهنجيب كمان القدر ألف جي، والقدر هتلاقيهم برضو، يبقى ده مربع. يبقى إذن اللي بيميز المربع الصفتين دول: أضلاعه الأربعة وقطراه متساوية. تمام. يبقى في المربع هلاقي يا أستاذ، هلاقي الضلع ألف ب كد الضلع ب جيم كد الضلع جيم دال كد الضلع ألف دال، دول مين؟ الأضلاع. وحلاقي كمان يا أستاذ ألف جيم كد به دال، دول مين يا أستاذ؟ إذن هذه الخواص هي التي تميز المربع. تعالوا نشوف شكل آخر وإزاي هيتم تمييزه. أخونا مين؟ المعين. هادي ده مثلا، ده إيه ده؟ معين. المعين أضلاعه الأربعة برضو متساوية زي المربع. يعني لو سمينا المعين ألف ب جيم دال، هلاقي إن ألف ب كد ب جيم كد جيم دال كد دال ألف. الله، طب ما كده الخاصية دي لا تميز المعين، لأنها مشتركة مع مين؟ اللي هيميز المعين بقى القطرين مش متساويين زي المربع. يبقى إذن لو أنت عايز تفرق هل الشكل ده مربع ولا معين، بجيب القطرين في حالة المربع كد بعض، في حالة المعين مش كد بعض. ليه؟ طيب المعين هو كان مربع بس ايه حصل له؟ اتفعص كده في بعضه، تمام؟ فالفعصة دي خلت القطران ما يبقوش كد بعض. انت تخيل معايا ان دول اربع خشبات مشكلينهم على شكل ايه؟ مربع. رحت دايس عليهم من هنا، فالقطر ده لما هتدوس عليه ايه حصل له؟ هيقل، وده هيتفرد. ده اللي حصل في حالة المعين، والحركة دي خلت قطري المعين غير. بص لو حتى رسمناه وشاف ده القطر مين؟ به دال. ده
واضح ان به ده الاكبر. يبقى اذا ما يميز المربع عن المعين؟ تساوي القطرين في حاله المربع وعدم تساويهم في حاله المعين. تفضلي. تمام. انما لو انت فرقت بالاربع اضلاع مش هتعرف تميز. ليه؟ لان الاربع اضلاع متساويين هنا ومتساويين ايضا هنا. يبقى ايه اللي بيفرق المربع عن المعين؟ القطران. الاضلاع هنا هتكون الف ب كد ب ج كد كد. مين دول؟ والاضلاع كلها متساويه في حاله المعين. اما القطرين الف ج وب د فدول هنلاقيهم غير متساويين ودول القطران. وكده يبقى فرقنا المربع عن مين؟ عن المعين. تعالوا نشوف شكل اخر الا وهو اخونا المستطيل. كلنا عارفين شكل المستطيل كويس جدا يا استاذ، عارفينه اهو. ده ايه؟ هل المستطيل كل اضلاعه متساويه؟ امال ايه؟ كل ضلعان. لو فرضنا ان هذا مستطيل اسمه الف ب ج د مش هتلاقي الاربع اضلاع متساويين في المستطيل زي المربع واخوه المعين، ولكنك هتلاقي الضلع الالف ب مساوي لما يقابل له ده الجيم، وهتلاقي الضلع الف د مساوي للضلع المقابل ب ج. حلو كلام. يبقى المستطيل كل ضلعان متقابلان متساويان في الطول مش في القياس. كلمه في القياس برضو يبقى اقول متساويان في ايه؟ ده الخمسه دي طول ولا قياس؟ كلمة قياس دي تميز الزوايا. أقول قياس الزاوية دي 50 درجة، قياس الزاوية دي 100 درجة. لكن هل ينفع أقول الباب ده قياسه 3 متر أو 2 متر؟ أقول طوله. يبقى الأطوال أو الأضلاع تميز بكلمة طول، الزوايا تميز بكلمة، لا الزوايا تميز بكلمة قياس. القطرين في المستطيل إيه حالتهم؟ متساويين. يبقى إذن المستطيل كل ضلعين متقابلين متساويين والقطرين متساويين، وهذا ما يميز المستطيل. يبقى إذن الأضلاع يا بنات ألف ب هلاقي كد مين؟ هلاقي كد ده الجيم بس. بص هنا عملت إيه؟ كله يساوي 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 يساوي. هنا في فصلة للدلالة على إن دول بيساووا بعض برقم ودول بيساووا بعض برقم مختلف، مش الأربعة كد بعض. مين تانيين؟ ألف دال يساوي به جي. دول إيه كده؟ القطرين إيه حالتهم؟ كلام جميل. اللي هم ألف جيم دول القطران. تعال نروح لعمنا الأخير اللي هو مين؟ هو يعتبر أبو الأشكال، هو اللي صفاته موجودة في الجميع. نقدر نقول برضو إن متوازي الأضلاع عبارة عن مستطيل والضغط، تمام؟ فلما الضغط الزوايا بتاعته ما بقتش قوائم، فالقطرين بالهم مش هيبقوا. نفس القصة بين المربع والمعين. الفرق الوحيد بين المربع والمعين هو عدم تساوي القطرين في المعين وتساويهم في المربع. والفرق الوحيد بين متوازي الأضلاع والمستطيل هو تساوي القطرين في المستطيل وعدم تساويهم في حالة متوازي الأضلاع. إنما الخاصية الأولى دي موجودة أيضا في متوازي الأضلاع اللي هو كل ضلعين متقابلين متساوي، موجودة دي في متوازي الأضلاع برضه. تعالوا نرسم متوازي الأضلاع بتاعنا أهو. أهو تحسه مستطيل مايل، تمت إمالته أهو. لو افترضنا إن ده متوازي أضلاع اسمه ألف ب ج د مستطيل. بص يعني تعرف لو عدلته كده هيبقى مستطيل. يبقى صفة متوازي الأضلاع إن كل ضلعين متقابلين متساويين في الايه؟ يعني يا استاذ الضلع الف ب، خليني اكتبها بالاسود، الضلع الف ب يساوي الضلع د ج، و الضلع الف د يساوي الضلع ب ج. هل هذه الخاصيه لوحدها كافيه بتمييز المعين؟ لانها مشتركه مع مين؟ مع المستطيل. انا لو قلت لك مين الشكل اللي كل ضلعين متقابلين فيه متساويين؟ تقول لي يا استاذ المستطيل والمتوازي، فمفيش تمييز. انما لما تدخل الخاصيه الثانيه تميز اللي هي القطران غير متساويان. اذا القطران شايف القطر ده اللي اسمه الف ج، شايف القطر ده اللي اسمه ب،
واضح جدا ان الف جيم اكبر من به دال. هم طبعا ينصف كل منهما الاخر. والقصيده على فكره موجوده فين؟ في الاربع اشكال. القطران ينصف كل منهما الاخر. دي قصيده تسري للجميع. لكن انا مش قصدي عليه هنا. انا قصدي ان القطران هنا الف جيم وبه دال لن يكونوا متساويين. يبقى دول مين؟ دول مين؟ جميل جدا. اذا يمكننا تمييز الشكل اذا كان مربع او معين او مستطيل ام متوازي اضلاع باستخدام قانون البعد، باستخدام صفات كل شكل. انا اسال سؤال وانتم تجاوبوني. لو انا عندي شكل مكون من اربع حروف، لا انا عارفه مستطيل ولا عارفه مربع ولا عارفه ايه، بس جبت الابعاد بتاعه الاضلاع الاربعه وجبت الابعاد بتاعه القطرين، لقيت الاربع اضلاع كلهم كد بعض بس القطرين غير متساويين، يبقى انا امام معين. لقيت الاضلاع الاربعه كلها كد بعض وكمان لقيت القطرين متساويين، انت امام مربع. لقيت الاضلاع كلها مش كد بعض انما كل ضلعين متقابلين متساويين، لا اصبري اصبري، لان الخاصيه اللي انا قلتها دي لا تميز المستطيل بعينه، صح؟ طب ما في موجوده في المتوازي، يبقى انت المفروض مستنيه معلومه ايه بس كده. اذا خاصيه واحده لا تميز الشكل يا اخوانا. هقول تاني، لقيت ان الاربع اضلاع مش متساويين انما كل ضلعين متقابلين متساويين، ولقيت القطرين غير متساويين، يبقى انت قدام ايه؟ يبقى انت قدام متوازي اضلاع، لان القطرين غير متساويين. لقيت كل ضلعين متساويين متقابلين متساويين والقطران متساويان، يبقى انت قدام ايه؟ يبقى انت قدام مستطيل. جبت الاضلاع ما لقيتش ولا واحد منهم كد اخوه، يبقى الشكل اللي انت بتتعامل معاه له مستطيل ولا مربع ولا معين ولا متوازي اضلاع، ربما يكون شبه منحرف او شكله رباعي عادي خالص. تمام. نجي بقى لحته مهمه جدا جدا جدا، المساحات. افرض بعد ما اثبتت انه مربع سالك على مساحته، بعد ما اثبتت انه معين سالك على مساحته، بعد ما اثبتت انه مستطيل سالك على مساحته، هجيبها ازاي؟ كل واحد من اشكالنا الجميله له قانون يتجاب به المساحه. ايه قانون مساحه المربع؟ العرض في اثنين، طول الضلع بنفسه، برافو يا اسمي، طول الضلع. وانا هجيب الضلع منين؟ ما انت هتكون جبته اصلا، مش انت جبتهم كلهم، يبقى هتكون جبت طول الضلع بكام؟ طلع بخمسه مثلا، يبقى المساحه خمسه في خمسه في 25. يبقى اذا لو سالك عن مساحه الشكل الهندسي بعد ما اثبته، لازم يكون في دماغك كل قانون بيجيب المساحه. القانون هنا ده فين؟ بتكلم عن مين انا؟ المساحه تساوي طول الضلع في نفسه. ده ضلع بخمسه، يبقى المساحه خمسه في خمسه في 25. في قانون اخر بيجيب مساحة المربع، ربما تحتاجه. والقانون الآخر ده هو نفس القانون اللي بيجيب مساحة أخونا مين؟ المعين. نص حاصل ضرب قطريه، براف، نص حاصل ضرب. يبقى في قانون بيجيبه باستخدام الضلع وفي قانون بيجيبه باستخدام القطر. يبقى تضرب نص في القطر ده في القطر ده، ده قانون آخر للمساحة. هنا بقى مفهوش غير القانون ده اللي هو نص حاصل ضرب قطريه، لكن ما ينفعش المعين أجيبه من قانون طول الضلع في نفسه. يبقى قانون طول الضلع في نفسه خاص بمين؟ بالمربع يا عم. المعين عايز المساحه بتاعته، المساحه تساوي نص حاصل ضرب قطريه. يروح واحد يسال ويقول وانا هجيب قطريه منين؟ ما يا حبيبي انت اصلا هتكون ايه؟ هتكون جبتهم وانت بتثبت اصلا ان ده معين، صح؟ يبقى ادي القانون بتاع ايه ده؟ ده قانون مساحه المعين. وده نعم في التليفون ولا في الصبر؟ تمام. ناجي لأخونا هذا المستطيل، مين فاكر ايه هي مساحة المستطيل؟ أطول في العرض، أطول في العرض. وانا هجيبهم منين؟ ما انت برضو هتكون جبتهم يا سيدي. اعتبر ان ده الطول وده العرض، يبقى الطول والعرض هم ضلعين انت اصلا جايبهم، طول وعرض مختلفين عن بعض. تمام. مش تاخد ده وده، لا، طول وعرض تضربهم في بعض يدولك المساحه. يبقى هنا مساحه المستطيل تساوي الطول في
ناجي لمين؟ للمتوازي. مش هيسألك على مساحته، مش هيسألك على مساحته. ليه؟ لأن مساحة المتوازي بتساوي طول القاعدة في الارتفاع. انتوا عارفين قانون المثلث، مساحة المثلث نص طول القاعدة في الارتفاع. شيل النص ده يبقى هو ده قانون المتوازي، عشان المتوازي ضعف المثلث في المساحة أو المثلث نصفه. يبقى قانون مساحة المتوازي طول القاعدة فين؟ فين بقى الارتفاع يا أستاذ؟ لا، الارتفاع عايز عمل، صح؟ لأن ولا واحد من اللي انت شايفهم يمثل ارتفاع، صحيح؟ فانت تعمل ايه؟ هتضطر تسقط ارتفاع. الارتفاع ده انت مش هتعرف تجيب طوله هنا، لان طوله مش متجاب في الاضلاع اللي انت جبتها، لا هو ضلع ولا هو قطر. يبقى في المتوازي مش هيسألك على مساحته في هذا الدرس، ولكن احنا نكتب مساحته للتذكير برضو. مساحة المتوازي تساوي طول القاعدة مضروبة في الارتفاع. المخطط ده مهم جدا، اللي عايز صوره صور، واللي مش عايز صوره اهو موجود في الفيديو، هيفضل الى مدى الحياة. حد هيصوره قبل ما امسحه ولا امسحه خلاص؟ فهمنا كويس؟ عرفنا كويس؟ يلا بينا. خلاص نكمل. حد هيصور تاني؟ ناخد تطبيق التشابه في الدائرة بالمرة وبعدين ندي تمارين، ولا أدي تمرين خاص على الأشكال أربعة؟ ناخد الدائرة بالمرة وبعدين ندي تمرين على الكل. جميل جدا. تطبيق التشابه في على الدائرة وفي الاستقامة الواحدة. خلاص ناخدهم كله. تطبيق التشابه في الدائرة. كلنا عارفين الدائرة يا أستاذ إنها عبارة عن منحنى مغلق، نقاطها كلها بتبعد بعد ثابت عن نقطة في المنتصف اسمها مركز. النقطة اللي في المنتصف دي اسمها، هنفرضها مين؟ تمام؟ تمام؟ لو فرضنا إن هي ليه كده؟ مثل البيضة مش باينة من هنا. هذه الدائرة، كده أفضل؟ أوكي. هذه دائرة، هذه المسافة من مركز الدائرة لغاية أي نقطة عليها تسمى إيه؟ نصف قطر. طب القطر بالكامل إمتى يحصل؟ لو تكمل للآخر ووصل هنا ده يبقى قطر بالكامل، إنما اللي انت رسمه ده إيه؟ نصف قطر. تخيل معايا النقطة دي اسمها إيه؟ وقع فين؟ على الدائرة. على نصف قطر الدائرة دي بكام؟ في نقطة هنا اسمها إيه؟ لو وصلت من المركز لغاية النقطة دي، هل المسافة دي تساوي نصف القطر؟ أكبر منه ولا أصغر منه؟ أكبر منه، لأنها معدية طول نصف القطر، عدية خارج الدائرة. بص على النقطة دي اسمها به، المسافة من المركز ليه هي تساوي نصف القطر ولا أصغر منه؟ ليه أصغر منه؟ مش لاحق، يعني مش مكمل أنه يبقى نصف قطر. يبقى مين نصف القطر الوحيد اللي هنا؟ ميم ألف. ميم ألف ميم إيه؟ طوله مساوي بالضبط للكام؟ لنصف قطر. خمسة. إنما ميم جيم ليس بنصف قطر،
لأنه أكبر من خمسة، لأن النقطة تقع خارج الدائرة. مين به ليس بنصف قطر؟ لأنه أقل من خمسة، فالنقطة كي تقع داخل من الآخر. علشان النقطة، علشان النقطة تقع على الدائرة، عشان تقع على الدائرة لازم البعد ما بينها وبين المركز يكون مساوي لمين؟ لنصف القطر. هنا اللي هو كام؟ اللي هو خمسة. وإلا ما تبقاش واقعة على الدائرة، صح؟ يبقى هو لو جاب لك دائرة وقال لك إن مركزها إيه؟ ميم، وادالك إحداثيات المركز، ادهولك ثلاثة وسالب واحد مثلا، وجاب لك ثلاث نقاط، واحدة اسمها ألف، واحدة اسمها ب، واحدة اسمها جيم، وقال لك اثبت، اثبت إن الثلاث نقاط دولة يقعوا على الدائرة اللي مركزها ميم، يبقى أنت تثبتها إزاي دي؟ أيوه، تجيب المسافات الثلاثة اللي هي المفروض تمثل أنصاف أقطار، اللي هم ميم ألف، ميم جيم، المفروض يطلعوا الثلاثة مالهم؟ لا مش لازم بخمسة، أنا ده مثال ضربه يا ألا، المهم يطلعوا إيه؟ متساويين، لأن لو واحدة فيهم طلعت أكبر من إخواتها ده معنى النقطة دي برة، ولو واحدة فيهم طلعت أقل من إخواتها ده معنى النقطة دي جوة. إنما لما يطلعوا هم الثلاثة بنفس الطول يبقى أنتوا الثلاثة واقعين على الدائرة، والرقم اللي طلعتوه في كل مرة ده ده يمثل نصف قطر الدائرة. يبقى تخيل إن ميم ألف طلعت خمسة، وميم جيم طلعت خمسة، وميم به طلعت، يبقى النقاط الثلاثة تقع على الدائرة لأن الأنصاف الأكبر متساوي، وساعتها يبقى نصف قطر الدائرة دي بكام؟ بخمسة، ما هو الرقم اللي طلع في كل مرة، صح؟ يبقى لو هم الثلاث طلعوا خمسات يبقى نصف القطر بكام؟ لو هم الثلاث طلعوا سبعات وهكذا. طب وانا نصف القطر ده يفيدني في ايه يا أستاذ؟ ممكن بعدين بعد ما السؤال يخلص يقول لك اوجدي مساحة الدائرة، مساحة الدائرة باي نطق تربيع. طب اوجدي محيط الدائرة، تعالوا نكتب التطبيق في الدائرة. في الدائرة من الآخر هيبقى معك مين في النص؟ اللي هي اسمها ايه؟ انا امسح الخمسات دي عشان ما تلخبطناش وحد يفتكر ان كل مسألة لازم تكون بخمسة، يعني لا، اي رقم يخلوه. حاجي اثبت ان الثلاث نقاط الف وبي وجيم تقع على الدائرة التي مركزها حجيب لثلاث مسافات، مين هم؟ وميم وميم، هتلاقيهم وكلهم بيساوي رقم ثابت اللي هو مين؟ نصف القطر. بقى يطلع زي ما يطلع، يطلع خمسة يطلع سبعة. طب يا أستاذ أثبتت أنهم يقعوا على دائرة واحدة، يجي بعدين يسألك ويقول لك اوجدي محيط الدائرة. محيط الدائرة اثنين باي نطق، اثنين باي، الله، وأنا هجيب نق منين؟ ما أنت هتكوني جبتي في مساواتك للمسافات الثلاثة، هيبقى واحد فيهم. طب يا أستاذ هجيب باي منين؟ تجيب باي منين؟ باي ده ثابت طبيعي في الكون ب 22 على 7 أو 3.14 من 100، أو ما تعوضيش عنه خالص وتحطيها باي كده. ده إمتى بقى؟ على حسب السؤال. لو قال لي اوجد المحيط بدلاله، الله ينور عليك، بدلاله باي، كلمه بدلاله باي معناها لا تعوض عن باي. رحمه انت شايفه كويس، شايفه السبوره يا بنتي؟ لما يقول لك بدلاله باي يا ضحى، لما يقول لك بدلاله باي يبقى لا تعوضي عن الباي لا ب 22 على 7 ولا ب 3.4، حط الباي برسمتها، برسمه الباي. اما لو قال لي حيث باي تساوي 22 على 7 يبقى الزمني بالتعويض عن باي ب 22 على 7. نعم. طب لو ما قالش خالص ولا شيء يبقى لي مطلق الحريه. لو ما قالش خالص يبقى التعويض ب 22 على 7 صح. التعويض ب 3.14 من 100 بدلاله باي، ما انت ما قلتش، يبقى انا لي مطلق الحريه. يبقى عندما اقيدك بشيء تلتزم بتقييدي في السؤال، لما اقيدك يبقى ليك انت الحريه. الباي ب 22 على 7 او 3.14 من 100 او الافضل بدلاله باي، وتريح نفسك من التعويض اصلا، ده لو ما قالش. طيب يا استاذ طلب مني مساحه الدائره،
ما هي كمان لها قانون، هي كمان لها قانون بين التربيع بك. مساحة الايه الدائرة، مساحة الدائرة تساوي باي ناق تربيع. طبعا الناق هجيبه منين؟ ما هتكون جبته اصلا. في مشكلة؟ كيف اعرف ان ثلاث نقاط تقع على استقامة او ليسوا على استقامة؟ بص معايا للتطبيق ده، تطبيق بسيط كده صغنوني. النقطة دي اسمها ودي اسمها ودي اسمها، واضح انهم يقعوا. هو ايه معنى انهم يقعوا على على استقامات؟ يعني يمكن ان يمر بهم مستقيم واحد. ابص مره ولا اتكسر مني. المهم انه ينفع يمر بهم مستقيم واحد. طب بص لدول، لا يمكن ان يمر بالثلاث نقاط دول مستقيم واحد ابدا، مستحيل. لانه لو مر بدول مش هيمر بدية، لو مر بدول مش هيمر بدية، لو مر بدول دول يبقوا ليسوا او ممكن نسميهم ونقول عليهم انهم رؤوس مثلث، صح؟ انما دول دول ينفع يعملوا مثلث؟ لا مستحيل، لانهم ايه على استقامة واحدة. المثلث لازم النقاط ما تبقاش على استقامة واحدة، يبقى دول نقاط واقعين على استقامة واحدة لا يمكن أن يكونوا مثلث. دول نقاط ليسوا على استقامة واحدة، إذن هم رؤوس. أنا أعرف بقى الكلام ده إزاي؟ أعرف أنا الكلام ده إزاي؟ الكلام ده نعرفه إزاي؟ بالبعد. ركزي معي، تخيلي معي كم نقطة دول لو هم على استقامة واحدة وجبت بعد ألف به وطلع بثلاثة وحدة طول. ليه؟ مين قال إن دي بتساوي دي؟ مش لازم استقامة الواحدة مش معناها إن هم منتصف. ورحت جايب به جيم راح طلع بكام؟ لما اجيب الف جيم المفروض يطلع بكام؟ صحيح. يبقى ده دليل الاستقامه الواحده، دليل الاستقامه الواحده، دليل الاستقامه الواحده ان اكبر ضلع يساوي مجموع الضلعين الصغيرين. بيفكرك بمين ده التطبيق ده؟ بالمثلث القائم. برافو عليكي. بس في المثلث القائم بنربع بك، بناخذ اكبر ضلع ونعمل له ايه؟ وبناخذ الضلعين الصغيرين نعمل لهم ايه؟ نربعهم ونجمعهم يطلعوا قد بعض في ثغورس. انما الفرق هنا انك بتاخذ الاضلاع من غير تربيح، تاخذ لي اكبر واحد وتاخذ لي الاثنين. لو طلع اكبر من غير تربيع، لو طلع اكبر واحد يساوي مجموع الصغيرين اذا هذه النقاط لو طلع لا يساويهم يبقى ليسوا على استقامه واحده. يبقى السبيل هنا عشان اعرف هي النقاط على استقامه ولا لا، على فرض مين اكبر واحد هنا؟ لو طلع طول الف جيم مساوي لمجموع القطعتين الصغيرين الف ب زائد ب جيم، يبقى النقاط في الحاله دي تقع على استقامه واحد. جميل. اما لو ضلع أكبر ضلع اللي هو ألف جيم لا يساوي مجموع ألف به زائد به جيم، فإن النقاط ليست على استقامة واحدة. أقول إنها ليست على استقامة واحدة صح، أو ممكن أسميها بكلمة تانية، أقول إن النقاط دي عبارة عن رؤوس مثلث، صح؟ ما هو رؤوس المثلث ليست على استقامة واحدة. يبقى إزاي نفرق الاستقامة الواحدة من عدمها؟ بإن إحنا نجيب المسافات الثلاثة وناخد الأكبر من غير تربيع، وناخد الأكبر ونشوف هل الأكبر تساوي مجموع الاثنين الصغيرين ولا لا. لو تساويهم يبقى على استقامة واحدة، لو لا تساويهم كده تطبيق البعد انتهى. دلوقتي بقى ناخد ايه؟
تدريبات على هذا الكلام. ممكن يا فاطمة الكتاب؟ أشكرك. لا لسه الدرس ده خلص. ايه انا افضل نروح جبر الحصه الجايه ولا ايه؟ وانا اكمل هندسه. الهندسه التحليليه حلوه، ما فيهاش برهان، ما فيهاش براهين. مش حلوه؟ عجيب. اذا كانت الرؤوس الاربعه ألف بتساوي سالب واحد وثلاثة، ب بتساوي خمسة وواحد، جيم بتساوي ستة وأربعة، دال بتساوي صفر وستة. شايفين النقاط دي؟ تفضلي فاطمة، شكرا لك. كم نقطة دول؟ النقاط الأربعة دول في المستوى الإحداثي عملوا شكل. أنا عايزك تعرف لي الشكل ده إيه؟ رباعي ما شاء الله والله. بس ما اي اربع نقاط تعمل رباعي؟ لا، ولكن رباعي باي نوع؟ مربع ولا مستطيل ولا متوازي اضلاع ولا معين ولا شكل رباعي عادي بقى زي ما انت بتقولي ما فيهوش خواص؟ يبقى انا هختبر ده ازاي؟ بقانون البعد. ثم بعد ما تكتشف الشكل ده نوعه ايه، اوجد مساحته. بعد ما تكتشف ان شاء الله، بس طبعا لازم نكتشف الاول، لان كل شكل من الاشكال له قانون خاص في المساحه. يبقى انا مش عارف اطبق ايه يا استاذ، مش عارف اطبق الضلع في نفسه ولا نص عرض ضرب قطريه ولا طول العرض، لاني مش مكتشف الشكل عباره عن ايه. لحظه واحده، هنبدا. احنا كده عندنا اربع نقاط. طبعا هو في السؤال الاصلي، في هذا السؤال قال لك ايه؟ جاب لك الاربع نقاط وقال لك في آخر السؤال اثبت أن هذا الشكل يكون، وقايل لك الكلمة يعني هو محدد لك النوع، تمام؟ بس أنا عشان أزود السؤال صعوبة أنا مش قايل خالص، فأنت القضية بالنسبة لك مبهمة تماما. الشكل قدامك ده مش عارف إذا كان مستطيل ولا مربع ولا معين ولا متوازي، فأنت هتحكمي على إيه؟ على الخاص. إنما هو في السؤال أصلا قال اثبت أن هذا الشكل كذا وقال النوع، فأنت ساعتها بتبقي عمالة تحلي، بس انت عارفة من قبل ان الشكل ده هيطلع ايه في مسائل اثبت. ببقى هو قال لي الاجابة اصلا، بس انا عليا بقى توضيحها. انا مش هقولك حاجة خالص، انا قدامي شكل يا عم اربع نقاط وخلاص. عايزين نعرف اذا كان مربع ولا معين ولا مستطيل ولا متوازي. لو اضلاعه كلها طلعت كد بعض وقطري كله كد طلعوا كد بعض، يبقى ايه؟ لو اضلاعه كلها طلعت كد بعض وقطري ما طلعوش كد بعض، لو كل ضلعين متقابلين متساويين والقطرين كد بعض، لو كل ضلعين متقابلين متساويين والقطرين مش كد بعض، احنا هنكتشف ده بنفسينا. يا الاء هاتي لنا ضلع، كلنا هنشتغل في المثال ده. هاتي لنا ضلع الاء، هتجيب لنا الضلع الف ب. يا بنات خلوا بالكم، الضلع الف ب هنجيبه ازاي؟ طبعا يبقى اذا كل شغلنا بقانون البعد. يلا يا الاء. الاء هتجيبها على طول. يا سلام، ده هتجيبها على طول على طول. قالت لك سالب واحد ناقص خمسة سالب ستة تربيحها ستة وثلاثين. والله العظيم طريقة حلوة، بدل ما نقعد نكتب ونعمل خلاص هنجيبها على طول. كملي يا الاء. يا سلام، يبقى قدر كام؟ تصرفي لنا في الأربعين. برافو. الله ينور عليكي. الأربعين هتخليها كام؟ أربعة في عشرة، وطلع الأربعة برا الجذر بكام؟ باثنين. تبقى اثنين جذر عشرة وحدة طول. لا، كل واحدة تاخد حتة. مين يجيب لنا ضلع تاني؟ يا سارة تفضلي، هتجيبي مين؟ يا سلام، به جيم خمسة ناقص ستة تربيع. تمام، التربيع بداري الدنيا خالص، بداري السنة. يلا يا سارة، تسعة. واحد زائد تسعة يبقى قدر كام؟ وحدة. خد بالك، خد بالك، الضلعين دول ضلعوا مختلفين صح؟
يبقى كده في شكلين تم استثنائهم من عقلك، المربع والمعين. المربع والمعين. الشكل ده يا استاذ لا مربع ولا معين. ليه؟ لان اصبح في اختلاف ما بين الضلعين. يبقى انا كده بلعب على مين او مين؟ يا مستطيل يا متوازي اضلاع. طبعا القطرين هم اللي هيفصلوا الدنيا. يلا حد يكمل لنا الاضلاع. عايزين نجيب ضلع ثالث. يا ايه هتجيبي انهي ضلع؟ يا سلام، اتفضلي يا ايه. جميل جدا. جميل جدا. 30. ما حدش يتكلم يا جماعه غير اللي قال له اجابه بعد اذنكم. ضلعوا ضلع ايه؟ ضلعوا ضلع كد ضحك. يبقى اللي جاني هيطلع بكام؟ خلاص نعمله كده على طول. هنقول الف دال. خد بالك الاضلاع هم، الاضلاع هم الف ب ب جيم جيم دال الف دال. دول اضلاع. طب يا استاذ الاقطار اسمهم ايه؟ في الاقطار تقفز. الله ينور عليك. يعني لو الشكل اسمه ايه؟ بص بص الشكل اسمه ايه؟ الشكل اسمه ترتيب حروفه اللي هو هيقوله لك الف ب جيم دال. ده ترتيبه. يبقى الاضلاع هم متتاليين الف ب ب جيم جيم دال دال الف. الاقطار الف جيم ب دال. او ترسم الشكل زي ما عملنا هنا. فالرسم برضه هتساعدك انك تفرق الاضلاع عن ايه. مره في مساله في سنه من السنين لعب مع العيال في مساله الثالثه عادي، راح قال لك ان الشكل اسمه الف ب دال جي. بدل ما يقول ايه الف اللي هو ترتيب اللي احنا واخدين عليه. الاضلاع بقت اقطار والدنيا تعكت، لان الطالب معود حافظ الف ب جيم دال. يبقى الف ب ب جيم جيم دال دال الف. دول اضلاع. لا يا فندم، دول طلعوا اقطار هنا والاقطار طلعوا اضلاع. ليه؟ لو الشكل اسمه الف ب دال جيم يبقى الف ب ضلع ب دال. عشان عشان هنا دال دال جيم جيم الف. دول اضلاع. تمام. نعم يا فندم. اهو في شكل عندنا اسمه الف ب جيم دال. ده اسم الشكل بتاعي. فين اضلاعك وفين اقطارك؟ اضلاعك حرفين متتاليين، اقطارك حرفين غير متتاليين في حرف ما بينهم. يبقى اضلاعك هم الف ب ورا على طول ب جيم جيم دال ثم دال الف. دول اضلاعك. اقطارك هم الف جيم. شوف بسيب واحد ب دال صح. هو بقى راح عمل ايه؟ راح سمى لهم الشكل، سمى الف ب دال جي. طبعا كده الدنيا اتغيرت، لان الاضلاع اصبحت الف ب ب دال. ب دال اللي هو اصلا قطر في 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 اللي احنا حافظينه. دال جيم وجيم الف. جيم الف ده قطر في اللي احنا حافظينه. والاقطار بقت ايه؟ اللي هو ضلع اصلا في اللي احنا حافظينه، اللي هو ضلع اصلا في اللي احنا حافظينه. فلازم تخلي ترتيب الرموز امام عينك عشان تفرق الاضلاع عن الاقطار. طبعا في المعظم الشكل اسمه الف ب جيم ده، ده في المعظم بصراحه. بس برضو احنا ايه نخلي بالنا ان هو جايب بنفس الترتيب اللي احنا متعودين عليه. انا هفترض هنا ان قلت لك ان الشكل ده اسمه الف ب جيم دال. يبقى احنا ماشيين صح ولا غلط؟ صح. ماشيين صح كده. هنجيب مين دلوقتي يا بنات؟ يلا نجيب الف. انا هجيب الف دال. معلش يعني الف دال سالب واحد ناقص صفر بسالب واحد تربيحها بواحد. تلاتة ناقص ستة سالب تلاتة تربيحها بتسعة. يبقى جذر عشرة وحدة طول. وبكده تساوى الف ب مع جيم دال وتساوى ب جيم. يعني كل ضلعين متقابلين. بس هذا لا يكفي، لا يكفي. انا كده واقع في حيره. هل الشكل مستطيل
ولا متعذر أضلاع؟ لأن الصفة دي فيهم هما الاثنين. مين يفصل معانا؟ القطران. مين هما القطران؟ ألف جيم وبهدل. حد كده شاطر يجيب لنا ألف جيم، وحد شاطر برضو يجيب لنا بهدل. يلا مين يقول؟ من النقاط يا أخواننا، مالكم مالكم مبلمين يا ناس؟ يا هند هاتي لنا ألف جيم. سالب واحد ناقص ستة سالب، بص على مين ومين؟ على ألف جيم. سالب واحد ناقص ستة سالب سبعة، نربعها. جميل، كملي. نربحها. 49 زائد 1 48. يعني ازاي ما تنفعي ليش على 50؟ يبقى كام؟ تصرفي لنا في ال 50. الشاشة مظبوطة ولا لا؟ تمام. ال 50 دي نخليها اف اي يا هند. 25 في 2 ونطلع ال 25 بكام؟ 5 جذر 2. طلعت ال 25، يبقى 5 جذر 2 واحد طول. حد يجي لنا بهدال، وهو ده اللي هيفصل الامور. يا نورهان افصلي الامور. يا نورهان، 5 ناقص 0 ب 5، 5 في 5 ب 25، 1 ناقص 6 يبقى 5 مستطيل. نحن امام، عرفنا ازاي يا استاذ بعد الفيلم ده كله؟ الاضلاع كل ذي العين متقابلين متساويين، والقطران متساويين. اذا انت، اذا الشكل الف ب ج د عباره عن، اكتشفت انه مستطيل، هات مساحته. جميل، هاتي لنا المساحه يا فاطمه. يبقى هنقول إذن مساحة المستطيل تساوي، أخذ أي ضلعين مختلفين، هتاخدي مين ومين؟ ألف به وبيجيب. الطول في العرض، الطول في اللي بيتكلم، 2 جذر 10 في جذر 10 يدينا كام؟ 200. 2 في 10 200 إزاي؟ جذر 10 في جذر 10 ب10 تنضرب فيها الاثنين تبقى 20. ايوه عشان مساحه. برافو عليك. وحده شويه مساحه. اتفضلي. لا لسه، تعالوا ناخذ مثال يا اسراء على الدائره. انتوا عايزين تمشوا ولا ايه؟ ايوه اخر مثال ممكن. طيب كتابك يا فاطمة، شكرا لك. دائرة دائرة مركزها ميم، وإحداثيات المركز موجودة، 2 وسالب. اثبت أنها تمر بالنقاط ألف سالب 2 وصفر، ب 5 و1، جيم 6 وسالب 6. تفضل يا فضل. دائرة، القلم ده بتاع مين؟ الدائرة دي مركزها فين؟ ميم. ميم هو ايه؟ والنقاط الثلاثة اللي أنا عايز أثبت إن الدائرة بتمر بيهم اسمهم ألف وبه وجيم. يعني مثلا هنا ألف
هنا ب هنا ج، والتلات مسافات دول لازم يكونوا متساويين كد بعض وكد نصف قطر الدايره. لو واحد فيهم اكبر من اخواته يبقى ده يقع خارج الدايره، لو واحد فيهم اصغر من اخواته، لكن انا عايز اثبت ان هم الثلاثه واقعين على الدايره او تمر بيهم، يبقى بالبعد هنجيب الثلاث مسافات او الثلاث ابعاد وهنلاقيهم كد. افرض واحد ما طلعش كد الثاني، لا يا فندم، لا يا فندم، يا فندم لا، يا فندم لا، ايه لا، يبقى انت غلطانه، لان السؤال بيقول ايه؟ اثبت. هو اثبت ده فيه وفي فكه، طالما قال اثبت، طالما قال اثبت يبقى المعلومه دي صحيحه، انت عليك تبينها فقط، مش هتطلع يا ما تطلعش. فاكرين مثال المستطيل؟ انا لغيت لك الحته بتاعت اثبت ان الشكل مستطيل عشان يبقى عندك حيره، ان انت مش عارف اصلا الشكل ده عباره عن ايه، لكن هو كان قايل في السؤال اثبت انه مستطيل، يبقى مش ممكن يطلع معاك كمربع، والا انت يبقى غلطت في الارقام وانت بتحسب. هنا بقى هو قال، مش قال لي ايه، هل النقط تقع على الدايره ولا لا، عشان لسه عم يقول يبقى لا بره يبقى لا جوه. كلمه اثبت معناها اني لازم النقط الثلاثه تقع على الدايره، انت عليك بس تبيين ده، عليك اثبات ده، عليك توضيحه. يلا بينا نجيب المسافات الثلاثة اللي احنا عارفين مسبقا انهم لازم يكونوا ايه؟ يكونوا متساويين. انتوا بتناموا ليه في النص كده؟ يلا بينا، مين المسافات الثلاثة اللي هنجيبهم؟ المركز عامل مشترك فيهم كلهم، يبقى هنجيب ميم ألف وهنجيب ميم ب وهنجيب ميم ج. مين يجيب لنا ميم ب؟ ولا نختصر الوقت واجيبه منه؟ نختصر الوقت، معلش يا لا. أول حاجة هنجيب مين؟ هنشتغل مين مع ألف؟ اتنين ناقص ناقص اتنين يبقى أربعة، أربعة تربيع 16، سالب ثلاث ناقص صفر يدينا سالب ثلاثة تربع تبقى 9، يبقى الجذر التربيعي 25 بخمسة. خد بالك ان لما يطلع الرقم من البعد رقم ليه جذر نكتب قيمة جذره، صح؟ يلا بينا نجيب ميم ب، هنشتغل ميم مع ب، اتنين ناقص خمسة سالب ثلاثة تتربع تبقى 9. معلش ممكن ما تتكلموش عشان بس انا صوتي رايح، فانا بضطر اعليه عشان اسمع نفسي، لا لازم اسمع نفسي، لو ما سمعتش نفسي مش هتكيف، مش عارف اشرح، فعشان اسمع نفسي وقفكم شوي. اتنين ناقص خمسة سالب ثلاثة تتربع تبقى 9، سالب ثلاثة ناقص واحد سالب أربعة، عشان العادين السالبين بيتجمعوا بالسالب، سالب ثلاثة سالب واحد سالب أربعة تتربع تبقى 16، 9 زائد 16 25، ولما تتجذر تبقى 51. المسألة ماشية معانا زي الحلاوة، زي الحلاوة ماشية المسألة. تفضل ماله؟ اوكي يلا نكمل. آخر قطعة مستقيمة لازم تساوي 5، ليه؟ عشان قال اثبت يطلع قد اخواته، والا يبقى في خطا في المساله او خطا في التعويض في الحساب. فمن هنا بقول ان الهندسه التحليليه من اسهل المناهج الهندسه اللي ممكن تدرسها، لانك لو غلطت غلطه انت بنفسك هتعرفها وتكتشفها، لانك عارف مسبقا ان الثلاث مسافات لازم يكونوا متساويين. فلو واحده طلعت مش متساويه تقول لا ده انا غلطت هنا، ارجع تاني واحسب من تاني. يلا نجيب ميم جيم، أنا آسف، 2 ناقص 6 سالب 4 تتربع تبقى 16، سالب 3 سالب سالب 6 يعني لا، الله ينور عليك،
سالب 3 سالب سالب 6 يعني سالب 3 زائد 6 يعني 3 لأن العادل لما بيكون واحد موجب واحد سالب بينطرحوا والإشارة بتتباع 3 تربيع تتجمع ال 16 وال 9 بقدر 25 اللي قيمتها ب 5 اصبري علي يا بابا يلا استني علي بما أن تساوت المسافات الثلاثة ميم ألف تساوي ميم ب تساوي ميم جيم تساوي 5 تساوي نق ما هو المسافات الثلاثة دي بتمثل إيه؟ واللي طلع بكام؟ يبقى إذن النقاط الثلاثة تقع على دائرة واحدة اصبري بقى نعم حاضر هجيب المساحة والمحيط كمان اوجدي محيط الدائرة بدلالة باي اوجدي ايضا مساحة الدائرة بدلالة باي انا بقول بدلالة باي يبقى ما تعوضيش عن الباي لا ب 3 و 14 من 100 ولا ب 2 و 7 بدلالة باي يعني باي باي زي ما هي طب اصلا قانون المحيط بيقول ايه قانون المحيط بيقول 2 باي نق يعني 2 في باي في نق نق بكام 2 في 5 يبقى 10 باي وحدة طول هاتي لي المساحة تمام قانون المساحة بيقول باي نق تربيع نق تربيع بكام 25 في باي 25 باي وحدة مربعة أو وحدة مساحة وحدة مربعة أو وحدة ناخد وحدة على الاستقامة الواحدة ناخد وحدة على الاستقامة الواحدة ثلاث نقاط ألف بتساوي صفر واثنين ب بتساوي سالب ثلاثة وسالب اثنين جيم بتساوي ما حدش يحرك الترابيزه طب اعدليها اعدليها ارفع ارفعيها بايدك لا حول الله يا رب يا بابا خليها مستقيم خلاص جيم تساوي خلاص يا جماعه واحد وصفر السؤال هل هذه النقاط الثلاثة تقع على استقامة واحدة أم لا تعالوا نشوف هنعمل ايه بالبعد هنجيب المسافات الثلاثة لو أكبر مسافة منهم ساوت مجموع المسافتين الصغيرين يبقوا على استقامة لو لم تساويهم يبقى ليسوا على استقامة أول مسافة هي هنجيب قانون البعد صفر ناقص ناقص ثلاثة بثلاثة تربيعها تسعة اثنين ناقص ناقص اثنين اثنين زائد اثنين أربعة تربيعها ستاشر تسعة وستاشر خمسة وعشرين اللي قدرها بخمسة وحدة طول هنجيب المسافة الثانية اللي هي سالب ثلاثة ناقص واحد بسالب أربعة تربيعها بستاشر سالب اثنين سالب صفر سالب اثنين تربيحها أربعة تبقى كام؟ اثنين في عشرة أربعة في خمسة اثنين قدر خمسة ليه اثنين في عشرة ملهاش فايدة؟ عشان لا الاثنين ولا العشرة ليهم جذر تربيع الترابيزة والنبي هتوقع؟ اعدليها صوتي اتعاملوا معاها تعاملوا برقة مع الترابيزة لا خلاص 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 يلا نجيب بجيم يبقى كام أربعة في خمسة بعشرين والأربعة تطلع برا اثنين قدر عشرة واحد طول
ألف جيم الأخيرة. صفر ناقص واحد واحد تربيع واحد. اثنين ناقص صفر اثنين تربيع أربعة. يبقى قدر كام؟ السؤال، هل أكبر مسافة تساوي مجموع المسافتين؟ لا والنبي خلي بالك معي، هي فين أصلا أكبر مسافة؟ نعم خليت اثنين جذر خمسة. أنا آسف، اثنين جذر خمسة. إيه في يرحى يا بنت ال العشرين، معلش جذر عشرين، جذر عشرين خليناها أربعة في خمسة. لخبطتني أنت باتنين في عشرة اللي قلتيها لي، أربعة في خمسة وهنطلع الأربعة برا جذر تطلع بكام؟ باتنين، يبقى اثنين جذر إيه؟ جذر خمسة. السؤال فين أكبر مسافة؟ أكبر مسافة يا ألف به. عايز يا أستاذ ما أنا مش عارف أفرق جذر خمسة اثنين جذر خمسة مين الأكبر؟ عايزة تفرقي شوفي للرقم قبل ما يطلع من الجذر، قبل ما يطلع اللي تحت الجذر. ده جذر كام؟ ده جذر كام؟ ده جذر كام؟ مين الأكبر؟ هل النقاط على استقامة واحدة ولا لا؟ هذه النقاط اللعينة ليست على استقامة واحدة. 20 زائد 5 ب 25 صح؟ طب جذر 20 زائد جذر 5 يدينا جذر 25؟ أبدا 20 كصحيح زائد 5 صحيح يدينا 25، إنما جذر 20 زائد جذر 5 ما يديناش جذر 25 أبدا. ليه يا أستاذ؟ لما تيجي تجمع دولة اللي هم جذر 5 زائد 2 جذر 5، وسيلة الجمع إن الجذر المتشابه ينزل زي ما هو وتجمع المعاملات فقط، واحد زائد 2 يبقى إذن المجموع دول بكام؟ هل قيمة الضلع الأكبر بثلاثة جذر 5؟ قيمته خمسة. جذر 25 اللي بكام؟ خمسة. إذن هذه النقاط لا تقع. فأوعى تقول لي إني أوعى تقول لي إن جذر 9 زائد جذر 16 بجذر 25، الكلام ده خاطئ. 3 و4 بس 3 و4 كام؟ 7. وجذر 25 بكام؟ بخمسة. إذن هذه القيمة لا تساويهم صح؟ ما ينفعش الاثنين دول يندمجوا. طب امتى يبقى بجذر 25؟ بصوا الجذر التربيعي لتسعة زائد 16 هما الاثنين جوا نفس الجذر، جذر واحد يجزرهم يظلهم هما الاثنين. يبقى اذا الضلع الاكبر الف به ماله لا يساوي مجموع الضلعين الاصغرين به جيم والف جيم. اذا هذه النقاط لا تقع على استقامة واحدة. اذا هذه النقاط هي رؤوس مثلث، هي رؤوس، ما هو اللي ما يقعوش على استقامة واحدة هم رؤوس مثلث. وبكده انتهى تطبيق البعد بكل مشتملاته، مثلث، دائرة، أشكال رباعية والاستقامة الواحدة.